أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد على الأدوار الحيوية التي تقوم بها أجهزة الجمارك في رفض اقتصادات العالم وتعزيز التنمية الاقتصادية. ونوه سموه بجهود الكوادر الوطنية العاملة في جمارك مملكة البحرين والتي تضع دوما مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيها حين أداء عملها، وهو ما عزز وصولها لمستويات متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية ورسخ مكانتها على المستوى الدولي. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية والشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية وأعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، حيث رحب سموه بأعضاء اللجنة بمناسبة زيارتهم إلى مملكة البحرين، منوها بمخرجات اجتماع اللجنة الذي عقد لأول مرة في المملكة، مشيدا بجهود المنظمة برئاسة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة ومتمنيا لها مزيدا من التوفيق. من جانبهم أعرب الشيخ أحمد بن حمد الخليفة وأعضاء لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز العمل الجمركي، معربين عن تمنياتهم لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.